الشيخ سبحان الله يرحمه والله يخليه ويوسع عليه اللي عنده ربع شيرات. زيد اخونا جفال علي عنده 3 شيرات. كذلك كان اخونا بن عيشه اللي عنده ولده محمد والجلالي وعبد القادر الله يطول في اعمارهم. نزيدوا اخونا حما مناد الله يرحمه اللي عنده ولده زوج ديباكتور الطيب وجلول وعندها صغيرة الغزالي مسمي على جده. نزيدوا نتذكروا واحد الله يرحمه مات مسكين هذا في الحال راح للصحراء وقيل له قال له يتزوج مع واحدة الملك بقاو يديروا واحد الرسوم تاع طريق هو محمد المنفي الله يرحمه ويوسع عليه. ما خلاش ولاد مسكين هو عنده قرابة مع عائلة بودربالة الله يطول في عمارة ولاد الحاج سعيد. اليوم نتكلم على واحد اللي كان مجاور عمي بوحجر الله يرحمه هو دكار الحبيب هذا راه إميغري عايش في فرنسا. هذا كانوا عنده زوج ولاد عنده الجلالي وعنده العربي وعنده شيخ. اليوم باغي نتكلموا على ولده الجلالي اللي عنده 3 شاشه. عنده محمد اللي هو أستاذ يقري في تليلات، عنده الطيب وعنده صالح وعنده زوج شيرات. الله يطول في عمرهم ويشد له فيهم إن شاء الله. نتكلموا على ولده الجلالي اللي نجم ينجح في فرنسا كوم فوتبولير في دانكيرك. نقدر ينجح وسنيا الليسانس بروفيسيونيل ان 82-83 وقدر حتى يكون احسن لاعب في اشحال من مقابله. من بعد كي كمل الكره دخل يتعلم ان فورماتور في ليكول دي جون. شو عند الدبلوم تاعه مسميه حتى من عند ميشيل ايدايكو عن 86 رجع مونيتور نتاع لي جون نتاع داكرك. هادو هما ولاد راس العين اللي نجحوا في الخارج وكاين بزاف اللي نجحوا الله يطول في اعمارهم. اليوم نتكلم على امرأة حديدية، امرأة مولات خير وفيها الخير. كل الناس في عصرها يتكلموا عليها في الخير. انا ما هي اللي حكيت عليها الله يرحمها. انا زايد على يدها. امرأة كانت قابلة محترفة وسلكت شحال من امرأة في راس العين في وهران وفي نواحي وهران. هذا الطريق ياكم تشوفوا فيها كانت تطلع وتهول معها ما تغيرش بزاف. زادوا فيها الجرياج هذا الطريق وزادوا فيها الحيط. هذه المرأة هي خيرة خيرة ديت الزروالية زيد بين 1875 و 1880 تزوجت زوجها الأول ربي ما كتبش معاه ذات الزوج الثاني مع الطائري اللي جابت معاه زوج ولاد جابت الزروقي وجابت فاطمة. فاطمة هذه هي ديد الزازة الله يرحمهما ويغفر لهما. جابت معاه زوج ولاد جابت الزروقي هو كبير اللي زايد في المدينة الجديدة زايد في 1905
الزروقي متزوج المرأة الأولى اللي هي عقب داود الزهرة ومعها بنت هي فاطمة، ومرأة الزوجة اللي هي ستي ومعها زوج بنات خيرة وفاطمة. هنا الموتى الله يرحمهم، واللي حيين الله يزيد ربي يطول في أعمارهم. وعندها فاطمة ديت الزازة اللي زاد بين 1907 و 1909 في سكاليرا، وماتت في 1983 الله يرحمها ووسع عليها. عندها 8 أولاد، عندها محمد وعندها الهواري اللي مات، الهواري اللي مات أكسيدون في البور الله يرحمه. عندها قدور الشهيد اللي ماتوا من جهة طفراوي، من بعد نحكو عليه في الفيديو تاع المجاهدين والشهداء إن شاء الله. عندها الحاجة فاطمة اللي هي مرت الحاجة عمي بن يحيى الله يرحمه. عندها عبد القادر، عبد القادر عندي إن أناكدوت معاه هنا صارت لي في 1969، من بعد نحكيها لكم إن شاء الله لقدنا الوقت. عندها الهوارية اللي يسكن في تليلات وخيروكا وحميدة الله يطول في أعمارهم، والموتى الله يرحمهم. نحكي لكم الأناكدوت اللي قلت لكم عليها مع عبد القادر الله يرحمه. في 69 كنت أنا في عمري 18 عام، هو كان كبير بالطبع. أنا كنت أفونتيري، بغيت نمشي لإسبانيا، لإسبانيا للمروك صغير، وبغيت نروح بلاكو عاد ما جاي، حتى لو كان عندي الباسبور أنا الفيزا كانت شوية صعيبة. عبد القادر كان بغي يروح، قال له الشيخ خوياك رايح، قال له هو، قال له بون باش بقديه معاك، قال له ما كاش مشكل. وحنا وصلنا لافونتير لقينا واحد يعرفه عبد القادر من لاسيتي بغى يقطع الولد تاعو ماهوش داير له الوكاله، قالنا قطعوه معاكم، قطعنا معنا هو اللي خلص الحراق هذوك اللي حرقونا. كي وصلنا للوجده عطينا الغريان داه، وحنا خلنا القهوه، واحد شاف فينا خزرعوية دبزنا عشينا طواب المهرسين، جاو البوليسية داونا 15 يوم فوتناها في الكوميسارية، وشهر ضربناها في القصبة، وفي القصبة مكاش يتكلم معنا. عبد القادر أخويا راجل يعطيه الصحة، الترينر اللي كلمة يشد به. أنا قبلت 3 أيام سيرول، هو قبلت 8 سيرول، كل خطوة صار واحد. المهم من هالي كملنا، قال لي لازم ندي معايا كادو للجزائر. يا عبد القشان دو معنا انا ويكون غير عدس، قال لي نقدم معايا كادو. وشوف 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 لقينا حاجه، وهذه اللي درتوها نتحاسب بها، لقينا قمله تجر في خيل تاع شكاره تاع خيتش، ديك القمله دارها في كاره تاع سكر لواها ودارها في جيبها. وصلنا المغنيه، انا قاعد نسيتها، وصلنا المغنيه لقينا واحد الفاميليان تاعي قالع فينا في مغنيه، هولنا باللوطو في كل قهوه وكل فيلاج نحبسو نتقهوه. كي وصلنا البوتليليت او العمريه او الملح مانيش متاكد مليح، قال داك السيد قال لي جاي معايا كادو ديها الجزائر، قال شاك داي حلها، كي حلها خلعت لقيت القمله مازال حيه. حكم هذاك السيد حكمها من جده وقاسه، قال لها الناس تجيب البابير تجبت لي القمله هذه اللي تروان تحسب بها. كاين اللي يهدر ويقول علاش هذا السيد هدر قاعد الديطاج على الزروالية وولادها. الزروالية هذه أمنا أم الجميع، عاد ما عطيناهاش حقها، لأن هي من تاريخ راس العين. كاين هي كبوط سي العربي سي الميسوم، هادو لازم كنا نتكلموا عليهم وينحضر لهم ان شاء الله في فيديو بالديطاي الكامل ان شاء الله. الله يوفقنا.